السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، صدق الله العظيم. طبعا مما يعني أن القتل حرم عند قيامه بالظلم والتعدي. معايا النهاردة الحقيقة قصة تقشعر لها الأبدان مع ضيفة الحلقة وصاحبة القصة صفاء، الأستاذة صفاء سيد محمد أبو الحسن من أسيوط، وأيضا النائب والراعي الرسمي لبرنامج بكرة أحلى الأستاذ محمود جاد سليم. أهلا بيك سيد. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. أهلا بيك. طبعا قبل ما أدخل في أي تفاصيل أحب أوجه رسالة إن الطرف الآخر أيضا له حقية الرد. أستاذة صفاء، ممكن تحكي لنا باستفاضة الموضوع من البداية وإيه اللي حصل؟ تمام. البداية في الأول حصل طفلين عملوا مشكلة. علي صوتك لو سمحت. طفلين عملوا مشكلة مع بعضهم، ده شبطوا الطرفين مع بعض، قالوا نفصل الأرض عن بعضينا، كل واحد يبقى ليه طريق من ناحية تانية. تمام تمام. دو قوموا لجنة مصالحات، أول مرة ما اتفقوش، تاني مرة وقعت فيه الحادثة، بدأ يجلسوا في الأرض وحصلت المشكلة وضرب بعضهم. دو ابن عمي دوزي وأبوه اتوفوا في نفس الحادثة، ضرب بعضهم في نفس الحادثة. الأربع بيوت خمسة كلهم طلعوا مكسرين معورين. تمام. فلتنا بيوتنا بعد ما توفوا الاثنين، اللي راح السجن يبلغ المركز اتحجز، واللي راحت بيت أبوها منعتها الحكومة ترجع بيتها. قعدنا لمدة 7 شهور كل واحدة ببيت أبوها. ده دخلت الناس وعملتهم مصالحات واستنزلوا عن بعض وطلعوا. رجعنا البيوت بعديها بعد سنة ونص لما قامت اللجنة صالحتهم وفرجت الأرض بيننا ما بين بعضينا وبنوا سور. تمام. وصلحوهم ورجعنا المكان. بدأت المشاكل من جديد. ما فيش اسبوع ان ما تحصل مشكله بيننا ما بينهم، مع انكم اهل بعض ورحم بعض ودم بعض وولد عم بعضيهم، كل اسبوع تحصل مشكله. تمام. طب وبعدين؟ مش مخلصه. ده بعد الحادثه باربع سنين بالظبط، كان دوزي طالع الصبح واخد الواد، هي بتدي عربيه الصبح توديه المدرسه وتجيبه. تمام. فرن عليه السواق قال له طلع لي الواد، كانت الساعه 6:30 صباحا، خد الواد كان في ثانيه ابتدائي يركبوا من على الكبري، ودول ولد عمه وقفلوا من الناحيه الثانيه بالسلاح. الواد بيقول له تعالى بابا نردع، قال له ما تخافش حبيبي. ما رضيش يردع خوفا الواد يتضرب معاه. فركب الواد العربيه لسه بتلف وراحوا ضاربينه. يعني هو بيركب ابنه واثناء ما بيركب ابنه بلا رحمه ضربوه. ايوه. يلا الواد ركب العربيه وابتدت تلف بيه. الاصابه كانت فين يا فندم؟ اول ضربه جت في كتفه. في كتفه؟ الكتف الايمن. تمام. التانية بدأت في الدماغ من ورا. التالتة دات في الفك. طب أنا عايزة أعرف إيه هو السبب الرئيسي مع إنكم أهل بعض ولحم بعض ودم بعض؟ في فتنة دخلت في النص. يعني قصدك في طرف تالت؟ ولد عمهم من فوق. إيه؟ ولد عمهم فجانيين. برضو العيلة منها فيها؟ كانوا بيسخنوا الطرف التاني إن أنا جوزي واقف لابن عمه بالسلاح، عاوز يضرب حد فيهم، لدرجة إن وصلوه لحد ما ضرب. تمام. طلعت انا على ضربة النار بتصل بالسواق اللي واخد الواد، فبقول له في ايه؟ قال لي اطلعي دوزك الضرب. طب الواد لقيت الواد بيصرخ معاه في العربيه، في ايه طارق؟ قال لي عم احمد وعم مصطفى ضرب ابوه. عبات ما طلعت لقيته الجثه هامده، مفيش، لقيت المخ مفرتج، الفك نفس الكلام منتهي. تمام. بلغت الشرطه وديت عربيه الاسعاف شالته، بداوا ديت الحكومه تسأل ايه اللي حصل، ابني ده والامر كذا كذا كذا. عدى يوم الجنازة واللي حصل بعدها باربعين يوم، ده بالليل هو اللي ضارب، كان هما اتنين مع بعضيهم، الاولاني خد بعضي وروح نام في البيت والتاني هرب، دبل في البيت. اللي هربان ده غاب بعدها بشهر بعد الحادثة، يجي واحدة واحدة ونص بالليل يضرب علينا نار ويمشي، يجيب 15 نفر من مكان اسمه عرب الكلابات ويجي يضرب عليا نار بالليل. يضرب عليكي نار بعد الساعه 1:30. طيب ما فيش حد تدخل كبير، اهل الخير مثلا،
حد من اهلكم تدخل في الموضوع للصلح مثلا؟ ناس كتير اتدخلت محدش عارف يحل. ليه يا فندم؟ ايه السبب؟ مفيش ما لاقينش حل في المشكله. طب عايزه تقولي لي ان السبب الرئيسي هو الفتنه؟ ايوه. طب نوع الفتنه ايه يا فندم؟ الفتنه عاوز يتوجههم ولدعم يوجههم في بعض عشان يضربوا بعضهم خالص على بعضهم ويبركوا على الارض بتاعت هي مساله ورث بقى. ايوه يعني الارض بتورث من فلان لفلان، فاذا الطرف الثالث هو يعني قصدك تقولي ان هو الفتنه بسبب ايه؟ ان أيوة. هو عاوز بيضرب دول الاثنين في بعض على امل اللي يخلصوا على بعضيهم ويخش هو بقى. تمام. طبعا سياده النائب استاذ محمود، ايه راي حضرتك في العادات والتقاليد اللي دايما في الصعيد تحت مقوله او بند الطار يؤخذ ولو بعد حين؟ كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الست ام احمد هي مش اول حاله في الصعيد ولا ثالث حاله، لا حالات كتير يعني، بس يمكن هي الحاله بتاعت حضرتها تختلف ان هي ست زرعت لوحديها هي وابنائها يعني. تمام. يعني الحاله بتاعت ام احمد دي حاله تختلف على كل الحالات اللي موجوده في الصعيد كلها. ليه؟ ام احمد جوزها طبعا توفى، والجاني طبعا موجود حاليا حسب كلام الاستاذه ان هو بينفذ سجن. ايوه. فهي وجدت نفسها هي واولادها ما حدش حتى وقف جنبيها، حد يساعدها. كنت حتى برضك بقول بعض الناس اللي اصل كل محافظه عندنا فيها خدت بالك لجنه مصالحات بتخش وتلم الموضوع كله. ايوه حضرتك اصلا عضو لجنه المصالحات فينا عشان كده واسيوط فيها برضك وسوهاج فيها يعني. فاحنا كنا نامل انه الناس يقفوا جنبيها هي واولادها. الست طبعا خرجت من البيت حسب كلام الاستاذه وسابت بيتها مش قادره تسكن فيه وسابت ارضها من الظلم اللي وقع من الظلم ده موجود يعني ده من الظلم. فهي سابت ارضها. فانا من هنا من خلال برنامج بكره احلى بوجه يعني للسيد مدير امن اسيوط انه يهتم بالقصه دي ضروري، لانها انسانه قاعده هي وابنائها، ناس حربوها ضرب نار على بيتها فعلا. في بعض قالت لي برضك الاستاذه اللي هو رئيس المباحث يا ام احمد. ايوه محمد الراجل هو وقف جنبي المقدم محمد فراد. طبعا المقدم محمد فراد الراجل نشكره برضك على الهواء مباشره. ايوه كنت اتصل بيك لانه ياخد ثواب الست دي. دي حاجه. الحاجه الثانيه هي طالبه ان هي القصاص. طبعا نشكر القضاء النزيه طبعا وصل لها وجاب لها حقها. هي محتاجه حاجه واحده بسيطه جدا. ربنا في وما هي الحاجه دي؟ محتاجه ارضها تبيعها تبيع بيتها تربي اولادهم الايتام. تمام. ما تكونش انت راجل قاتل واخد الارض واخد البيوت. ده احنا في كارثه يعني مش في بلد. تمام. هي دولتنا دوله قانون. ما هي دوله القانون. دولتنا يعني دلوقتي يعني دوله قانون ليك حق هتاخده. بس يعني عايز اسال حضرتك بس وجهه نظر حضرتك ايه في الصعيد؟ بس انا من وجهه نظري دلوقتي الصعيد فيه تمدن الى حد ما. لا هو يعني كان زمان اضطر اكتر عن دلوقتي. دلوقتي يا استاذ الفضيله اتفضل. الاضطر عندنا في الصعيد ما دخلش فيه تعليم ولا دخل فيه جهل ولا دخل فيه تقدم ولا دخل فيه زمان عادات وتقاليد ده موجود. طبعا. حتى الان موجود ما فيش حد قادر منعه. فانا بطالب من برنامج بكره احلى القضاء النزيه لو حاله واحده بس والله اعدام لو كل الحالات دي تنتهي. لكن انا اضرب وبعد سنه اطلع بره؟ طب ما انا اتضرب اخويا مثل يعني هسيبه؟ فاحنا هنا ده بس. اما القضاء الناس يعني اقول ايه يعني؟ اقول ان هم فعلا عاملين اللي عليهم واللجان شغاله برضك العرفيه وبتلم مواضيع كتير يعني خدت بال حضرتك. بس احنا دلوقتي بناشد ثم بناشد للست دي مكان امن هي واولادها يعيشوا. طيب ارضها بيتها تعيش. لكن فقدت جوزها وارضها وبيتها احنا في كارثه صراحه. وعايزه اخلص من حد دي عشان بكره وبعد اولادي مش هينسوا. طيب بما ان حضرتك عضو لجنه المصالحات بقنا، يعني هل اللجان المصالحات مش قادره ان هي تحل هذه المشكله الاعداد العرفيه مثلا؟ لا
اولا الاستاذه كلمتك من اول بدايه كلام، انا كنت سامعها بتقول لك انه دخلت ناس تصلح، هي دي اللجنه، ما حدش عارف بس كانت اللجنه. بس اللجنة يعني مش ناس عاديه، كانت لا لجنه بتبقى من البلد، ناس مشايخ وعمد وناس لها وضعها في البلد. عبد العزيز وما وصلوش لاي حد، مش هيوصلوا الا بحاله واحده، الا اذا كان الطرفين خدت بالك سبحان الله تعالى ربنا ابعد عنهم الشيطان، لكن الشيطان موجود كارثه في الصعيد. وعلى ما اعتقد ان الطرف الاخر، الطرف معانا استاذه صفاء، يعني الطرف يعتبر المجني عليه. مظبوط. اذا الطرف الاول هو اللي المفروض يتصالح. مظبوط. تمام. مظبوط. طيب هي طلبت الصلح في البدايه، ان نستنزل عن ابنها ويصالحه وكل شيء يروح لحاله. فاخوات دوزي قالوا لا احنا مش هنستنزل عن حق اخونا، احنا مش هنضرب بس فلتنا عضنا على الله والقانون يجيب حقه. أيد على الواد الحكم. تمام. في شهر 11 اللي عدى. تمام. بعد ما أيد عليه خلاص قالت ما حدش ينزل الأرض، ما حدش ليه حد هنا. الأرض ناس كتير بتنزلها عشان تشتري، منعينها. يعني كمان منعين إن أنت تبيعي. أيوه. تمام. بيعملوا إيه لأي مشتري بيجي مثلا؟ ما حدش ينزل، إحنا نقول دعم بعضينا وإحنا اللي هناخد منهم، ما حدش ينزل الأرض هنا. ما حدش بيرضى إن هو يشتري خوفاً من المشاكل. من المشاكل، أيوه بالظبط. طيب سيادة النائب. فانا عايزه اخلص من المكان ده عشان خاطر اولادي. تمام. مش معقوله ابني اللي شاف ضربه ابوه هينساها بكره وبعده. انا لسه كنت هتكلم، ده هتفضل في دمه والعمر كله. هو هيورث. احنا بنحكوا فيه والله. ايوه احنا الموضوع ده كمان هيورث، بناء ان ضرب الاب او قتل الاب امام ابنه دي هتبقى في ذهن الطفل لحد ما يكبر. أيوة. وهيبتدي الطار برضو، عمليه الطار. ما انا ايوه انا اللي بتكلم فيه. طيب استاذ محمود، ايه هي الاجراءات القانونيه يعني المفروض ان هي تتابع لحل المشكله او تمشي فيها الاستاذه صفاء لحل المشكله؟ اقول لك انا، هي بالنسبه لام احمد اول اجراء تعمله خدت بالك تتجه للاسم، تعمل محضر بضم بيتها. لا انا بضم ارضها. عملت محضر. تعملي تاني، مفيش مشكله، انت في بلد هنا الحمد لله احنا في امان يا بنت الناس، ودي يعني حاله ومش عاوزك تفكري. وربنا سبحانه وتعالى بناشد وزير الداخليه ومدير الامن ومفتش الداخليه والنائب العام ان يتدخلوا يفكوا المشوار ده. اكيد لازم يكون في مناشده من الكبار وتدخل لحل هذه المشكله. تسع سنين بين الضربه دي وبين الضربه دي، خمس سنين، يعني تسع سنين واحنا في المشاكل مش هتخلص لحد الان. وكمان انت قلتي لي انت عندك سبع اولاد. أيوه. سبع اولاد. سبع ولدين. طب السبع اولاد دول عايشين ازاي بعد الموضوع ده ما حصل؟ وايه يعني حالتهم النفسيه عامله ازاي؟ مكتئبين. انا عندي الواد اللي شاف ضربه ابوه ده في المدرسه ما بيذاكرش، الاكتئاب عايش معاه لحد الان. طب سؤال، الولد اللي شاف باباه وهو بيتقتل قدام عينه، ايه تفكيره ومعتقداته؟ بيقول لك ايه يعني؟ انا بحاول نسيب كل الطرق. تمام. خلاص القانون خد حقه، يبقى تنسى المشوار ده خالص. اي حد يكلمك في مشوار الطار قول له ما حدش ليه حد عندي، انا حق دبته للحكومه خلاص على كده. فانا كله برضي في دماغه. تمام. فانا مش عايزه يكبر يد واحد من قريبهم يتصل بيه خد ترابوك وينزل يعمل لهم مصيبه تاني. طب هما في المسكن الجديد بيحاولوا ان هما مثلا يضايقوكي ولا يعملوا اي حاجه تاني؟ لا انا بعيد عنهم، يعني هي حصل التوتر منها بعد القضيه ما ايدت على الواد المحبوس، ان بعتت ان انا هجيب الاولاد من المدرسه واضرب واعمل فيهم، فكانت الدنيا جايده. ففي حد نزل من سلايفي الارض عشان يزرعها، عملوا مشكله معه ومشي. تمام. فلهذا الوضع ما حدش عارف يحل في المشوار. رئيس بيئة المصالحات الشيخ سيد عبد العزيز دخل في المشوار ما عرفش يحل. اعرف المحافظ ما يحلش، مفتش الداخليه رحت، ما حدش لحد الوضع عارف ياخد قرار مع الناس دي. تمام. فانا بنشد الدنيا كلها ان تقف جنبي في المشوار اللي انا فيه. طيب كلمه حضرتك سياده النائب. الكلمه اللي انا اقولها لحضرتك ام احمد، ان شاء الله باذن الله برنامج بكره احلى هيوصل صوتك للمسؤولين، وهيوصل صوتك للنائب العام ومدير امن اسيوط، خدت بال حضرتك؟ وان شاء الله بمشيئه ربك هتاخدي ارضك وهتاخدي بيتك، وان شاء الله ربنا كريم. انا عايزه اخلص المكان يتباع عشان اولادي ما يرضعوش في الدم من جديد، احنا تسع سنين ومش خلصانين. يعني انت دلوقتي من طبعا استاذه صفاء قدامنا بتناشد المسؤولين، وطبعا عايزه تمشي اجراءات قانونيه
ومش عايزه تمشي مثلا بالطار ولا الكلام ده. فاحنا من برنامجنا طبعا اكيد لازم هنساعدها وهنوصل صوتها للمسؤولين ولا يضيع حق وراءه مطالب. تمام. لو في حاجه عندك تاني قوليها، يعني عايزه ايه، نفسك تقولي كل اللي عندك قوليه. عايزين يصطلحوا، اهلا وسهلا بيهم. يعني انت شوف، يعني مش عايزين يصطلحوا، يعني بعد قتل زوجها وانهيار منزلها وحاجات كتير، عايزه هي بتطالب منكم انتوا للطرف الثاني عشان اولادي، ويعني بتطالب منكم انتوا الطرف الثاني، هي عايزه تتصالح، يعني هي مش عايزه تمشي بالطار، تمشي قانوني، وفي نفس الوقت انتوا اهل بعض، المفروض لحم بعض، المفروض انتوا اللي قلبكم على قلبها، خلاص حصل اللي حصل وتم القتل وانتهى الموضوع. طب انتوا دلوقتي بصوا لولادها، بصوا ان هي ست وحيده، يعني انتوا المفروض انتوا اللي تبقى الحمايه بتاعتها، مش انتوا اللي عليها، وبالذات كمان معاها بنات، المفروض ان احنا كلنا نقف معاها. وانا بناشد من خلال برنامجنا بكره احلى بما له من صوت مسموع، ان كل يعني مشاهدينا ومتابعينا الكرام يكونوا معانا، ويكون الموضوع ده فعلا يكون ترند لحل هذه المشكله، لان استاذه صفاء يعني هي متماسكه دلوقتي الان معانا، متماسكه جدا. اهدي يعني هي بص، يعني انا حبيت ان انا اخد الكاميرا عليا شويه لان هي منهاره جدا، وبرده مش عايزه يعني تبين دمعتها للاخرين، ولكن احنا كستات على قد ما بنقول احنا ستات بميت راجل، ولكن لما بتكون لوحديها في الدنيا ما معهاش حد، جوزها توفاه الله، معاها سبع اولاد، يبقى من هنا ما ينفعش ان اللي مني هو اللي يحاربني ويحارب اولادي. اتمنى ان يكون برنامجنا هو المساعد الوحيد لحل هذه المشكله، وزي ما قلت في بدايه الحلقه ان الطرف الاخر ليه حقيه الرد، واحنا مستعدين ننتقل بكاميرتنا لحد عندكم ونجي لكم ونقول كفايه طار، كفايه طار اللي هدم بيوت وحطم اسر وحطم نفسيه اطفال، زي الاستاذه صفاء، زي الاستاذه صفاء ما معاها اولاد مش عارفه تعيش. طب ليه؟ حرام، ربنا ما انزلش الظلم، اذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. احنا دلوقتي بنخاطب مشاهدينا والمسؤولين الكبار، لازم ينشدونا ويبقى معانا لحل هذه المشكله. اي حاجه عندك قوليها اتفضلي. ابني عايش في حزن لحد هذا الوضع، طارق ده هو محمود ده اللي شاف فقدة ابوه، فانا عايزه ابعد عيالي عنهم لو يفهموا الكلام اللي انا بقوله عشان ما نردحش المصيبه من جديد، فدي كارثه. هي بناء من ناحيه كارثه، فهي كارثه كون ان الولد يعني يشوف ابنه بيقتل امامه، ده فيما بعد. طب دلوقتي هو صغير ومامته بتبني فيه القيم والاخلاق والمبادئ، وفي نفس الوقت احنا الحق هناخده بالقانون. حزين متدمر عامه. طب لما ده يجي يكبر دلوقتي ويجي بقى يبتدي ان هو الناس تقول له ابنك باباك سوري اتقتل قدامك، وهيتعاير طبعا لان الصعيد كلنا طبعا عارفينه. بالظبط. فده هيبقى رد فعله ايه؟ هما ما كانش بيهم وضربوا. اذا احنا دلوقتي عاوزين ان احنا التصالح، هي مش عايزه غير ان احنا ان هي تتصالح علشان ولادها، ولادها فقط لا غير، هي مش عايزه اي حاجه، ادوها حقها، وانتوا اللي كونوا المفروض الحمايه والظهر والسند ليها. واتمنى ان انتوا برضو الطرف الثاني يتواصلوا مع برنامجنا، طبعا رقمنا هيكون موجود على الشاشه، واتمنى ان يكون برنامجنا هو الحل في هذا المشكله زي ما حل مشاكل كتير. وقلبي عند الاستاذه صفاء لانه هي بتتكلم دلوقتي، انا حاسه بيها. كلمه اخيره لحضرتك يا ست النائب. والله كلمه اخيره لام احمد. انت يا ام احمد سبحان الله تعالى لما طلبتي واحنا كناس في اللجنه، فبنقدر الناس اللي هي بتسامح، وانت طالما ما سامحتي في جوزك ده حاجه عند ربنا كبيره، واتمنى من هنا انه ربنا سبحانه وتعالى يجعل الطرف الثاني فيه الرحمه، خوفا على الولايه، والولايه دول عاركم، يعني البنات دول ابنائكم، لو راحوا بره ولا هنا ولا هنا ده غلط، فحاولوا تراعوا ربنا وربنا ييسرها معاك ان شاء الله. وتحياتي ليك يا ستكم. طيب كلمه لحضرتك قبل ما انهي عشان وقت الحلقه يا استاذه صفاء. اتفضلي. انا بناشد المسؤولين ان يفكوا الدم اللي احنا فيه 9 سنين، وكل الناس اللي دخلت محدش عارف يحل فيه. تمام. فلازم حد يخش سريع يحل فيه، لان بعد كده هتحصل كارثه من جديد. طيب. وكده توفوا 3 في المشوار ده، محدش عارف اللي جاي هيحصل ايه.
اكيد فعلا الكلمه اللي قالتها محدش عارف اللي جاي هيحصل ايه. يا ريت نركز على الكلمه دي كويس قوي. طبعا ومن خلال برنامجنا بكره احلى بنناشد معالي السيد المستشار النائب العام ومعالي السيد اللواء وزير الداخليه ومعالي السيد اللواء مدير امن اسيوط التدخل السريع في حل هذه المشكله قبل ما تكبر. احنا دلوقتي المشكله هي كبيره ولكن هي برضو صغيره لان الاولاد لسه صغيرين. بعد كده الموضوع هيخرج من ايدينا. طبعا شكرا لك سياده النائب. شكرا. استفدنا كتير جدا معلومات حضرتك والله. شكرا. بسم الله ما شاء الله يعني استفدنا. وطبعا معلش ان شاء الله باذن الله حقك ربنا هياخده. لا حقها عند ربنا موجود. موجود وربنا هياخده باذن الله. شكرا لكم. انتظروا.